جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون هومور برانشيو جو على www.jo.radio موسو فرشيطة مرحبا بكم احبابنا وناسنا في موس وفرشيطه. مرحبا بكم في لابوراتوار كولينير ديالنا. اليوم ديسيدينا نروحوا للبنان وسوريا باش نجيبوا لكم لا ريسيت تاع ستيك طرطار تاع العرب اللي هي الكبه النيه. كبه نيه كما يعيطولها في لبنان. هيا نهضروا عليها طابلو ما نديروا لا ريسيت سهله بالبزاف. موس وفرشيطه الكبه النيه تندار باللحم تاع الكبش مالغري تقدروا ديروها باللحم تاع البقره. معروفه بزاف كما قلت لكم في لبنان وسوريا وفي كاع السواحل هادوك. كاين الكبه النيه ولا ميم بريباراسيون يقليوها ثاني اون بول ويديروا بها كبه اللي هي مقليه طايبه في الزيت. دونك في سوريا سبيسيالمون معروفه في حلب. داير كبه النيه الحلبيه تاع حلب هي اكثر اشتهار في العالم. في اوروبا عندهم دونك الطرطار سورتو في فرنسا ستيك طرطار اللي اسيزوني كومبليتمون ديفيرامون alors que في لبنان وفي سوريا يديروا فيه لي زيبيس كذا وفي فرنسا يحطوا فيه شويه تاع لاموطار شويه تاع البيرسيل شويه تاع كاين دي زيليمون اللي كاينين في لي دو طرطار ثاني سورتو بار اكزومبل الصفار تاع البيض يدخل في الطرطار ومن داك يدخل من داك ما يدخلش في الكبه النيه. ياكلوها في كل وقت ياكلوها من في الفطور الصباح ياكلوها في العشاء تتسربا بارتو حاجه بزاف بزاف ديفيرونت اللي يخاف ياكل لحم خضر ما كان له. سينو هذه روسات بزاف بنينه وبزاف انتريسون دقتها انا المره الاولى في بيروت عجبتني بالبزاف وحبيت نجيبها لكم. من داك يسربوها مع فلفل الخضر يسربيها سورتو مع النعناع وتاني مع بصل خضر الورق تاع البصل يسربوها. كاين داخلها اليمون تري امبورطون ان سيريال اللي هو البرغل تاع القمح. دونك البرغل كيفاش يخدموه هو القمح تنحيوا له القشور ومن بعد الطريقه القديمه في المشرق يديروا له طفويره ومن بعد تنشيفه ومن بعد تكسيره يفوروه ينشفوه طري بيان حتى يعاود يولي ناشف فريمون للقلب كيما كان في السنبوله ومن بعد يكسروه شويه. ما فيهش لي فيبر تاع حبه كومبلي مي فيه كومام لي فيبر الالياف اللي ملاح بزاف للصحه. فيه الحديد فيه المغنيسيوم فيه بزاف الفوسفور. دونك هادو ما كاع كاينين تاني في الكبه النيه تاعكم وزيدوا عليهم لا بروتيين تاع اللحم. لا ريسيت تاعنا المقادير تاعها حبه صغيره تاع فلفل احمر باش نمدوا الحروريه للطرطار ديالنا، 10 غرامات تاع زيت زيتون، 100 غرام معدنوس، ملح، 5 غرامات تاع فلفل الكحل، 10 غرامات تاع فلفل عكري، 90 غرام تاع بصله بيضاء ولا حمراء مقطعه هكذا اطراف صغار، 400 غرام تاع لحم غنمي، و10 غرامات تاع كمون. هيا نديروا لا ريسيت تاعنا ونشوف. موس وفرشيطة. الحاجه الاولى اللي تعلموها هي باللي اللحم تاعكم تاع كبه النيه يترحى دو فوا يولي برسك اون بات على ديفيرونس تاع الطرطار الفرنسي اللي المليح كاع يتقطع باليد. تقدروا تدخلوا في حوانت ولا في دي ريستورون وين يتباع لكم الطرطار مرحي بالماشينه، مي لو فري طرطار غاسترونوميك اللي يخدموه لي فرونسي لازم يتقطع بالموس باش ما يترحاوش لي فيبر تاع اللحم وباش تحسوا باللحم في فمكم مالغري مورسوات صغار كي تكونوا تمضغوا فيه. الوغ كو الكبه النيه لازم تكون اون بات هكذايا مرحيه. الوغ كوم ترحيوها دو فوا وتسخن الحاله شويه يحطوا معاها لي غلاسون. الا عندكم باش ترحيو في الدار تقدروا ترحيوها سينو دوموندي البوشي تاعكم يرحي لكم اللحم تاعكم دو فوا. حطوا اللحم هنا ديروا له البصل البرغل تاعكم حطوه في الماء شويه تاع رند شويه تاع ملح شويه تاع ثوم وتغليوه 4-5 دقائق يوجد لكم صفيوه بيان وتنشفوه بيان. الحار ديالكم شويه تاع الزيت بابريكا تاعكم باش تولي لا كولور هذيك الحمراء حمراء قرفه. انا عطيت لكم لا روسيت اوريجينال مي انا حبيت نقص شويه دونك نحط نص تاع لي زيبيس تاوعي
وانتوما شوفوا انتوما وليزيبيس تاعكم شحال حبيتوا تحطوا الملح والمعدنوس، تقدروا مام تحطوا قصبر في بلاصه المعدنوس وتعجنوها قاعيتك. عجنوها بيا حتى لي زيليمون كاع يدخلوا، باش نوري لكم كيف تخرج لكم. فوالا كي نقولوا كبه معناتها حبه، عندهم كبه هي لا فورم تاعها، شويه تاع زيت برك في يديكم تقدروا ديروا كبات، مي انا شفتهم بريزونتي ثاني ديفيرامون، مي تقدروا تخدموا كبات تاعكم بيان دوايره ولا كيما حبيتو ولا طويله. هما لا فورم اللي ندوها اكثر سي لا فورم تاع انكونال، يدوروها هكا حتى تولي شغل انكونال وتجي الكبه النيه تاعكم هكذا في الطبسي. بصح شوفوا حنا كاش درنا لها لا بريزونطاسيون، خدمنا لكم مام الكبه المقليه باش تشوفوها ثاني وتشوفوا الطبسي تاعنا. فوالا الطبسي تاع كبه نيه، قدمناها مع شويه اللبنه اللي جايه تاني من لبنان، الناس يحبوا بزاف اللبنه اللي حطينا فيها، برك شويه تاع بصل الفري. عندكم تاني الكبه الطايبه هذه اللي تشوفوها كوتي، دونك اللي ما يحبش اللحم خضر يدورهم برك ومبول هكذا، يجوزهم شويه تاع لا شابلير ويقليهم، لازم يتقلاو واحد 5-6 دقائق حتى تولي لا كولور هكذا بيان بيان قهويه حامقه، الداخل يكون طاب لكم اللحم والبرغل وكاع لي زيليمون. تاكلوها حاجه بنينه بالبزاف، مي اللي يحبوا طارطار وما عندهم حتى مشكل مع اللحم الخضر هذا هو البلا. صحتكم ناس الكوزينه الزينه، هذه هي لا ريسيت اللي رحنا جبناها عند خاوتنا في لبنان وسوريا، الله يحسن عونهم في سوريا. كبه نيه حاجه سهله بالبزاف، سيوها في الدار وتشوفوا غير البنا فيها. نتلاقاو بيانتو في موس وفرشيطه هنا في اللابوراتوار كولينار تاعنا، احنا نولوا لكاش دراسات كاش تجارب ونرجعوا لكم كاش عفسه جديده عن قارب. على خير. جو اول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و100% بون هومور. برانشيو جو على www.jo.radio.